بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. تحت العنوان فايند ذا تايب اوف بوتوم، المرة اللي فاتت اتكلمنا عن النيل، المرة دي هنتكلم عن التايب. هنمشي بنفس الكيفية بتاع المثال بتاع المرة اللي فاتت بالظبط، بس كل الفكرة ان احنا هنغير بدل النيم يا جماعة هنخليها تايب. تمام كده؟ فانت بتنادي، بس مش بتنادي على مين، على النيم، بتنادي على التايب، والتايب بتاعه بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن بوتوم. تمام كده؟ فانت لو رجعت كده للمستند وعملت ريفرش، عملت كليك، هتلاقي بوتوم. مثلا لو انت حاولت تنوم السطر ده، انا اسف بيوت، نوم السطر ده انت وتحاول تعمل انبوت مثلا، انبوت وهتدي لها تايب بتساوي هتخليها مثلا راديو، اوكي تمام، وتديها نفس الاي دي بحيث انها ايه، يعني تاخد هي اللي يتنادى عليها في المستند، يعني فاهمني؟ لان انت كده كده اساسا بتقول انا عايز الاي دي اللي اسمه بوتوم. تمام كده؟ فايه انت بتنادي على الاي دي ده نوع ايه؟ ده نوع راديو. فكده عندنا نشوف، عملنا ريفرش وكليك، هتلاقي ان النوع اتغير. ده بالنسبه لمهاره اليوم فايند ذا تايب اوف بوتوم، او احنا كده خليناها مره بوتوم.